أنا أعمل في صيانة الأدوات المنزلية الإلكترونية بكافة أنواعها. نجد صعوبات، يعني صراحة هنالك صعوبات مثل أي شخص عادي يتعرض لصعق بالتيار الكهربائي، لأني أعمل صراحة على تيار مرتفع، وأيضا كاوية التلحيم عندما أحاول تلحيم أي سلك أو أي بوردة ما أتعرض للحرق في كاوية التلحيم. هذه هي يعني الخطورات والمصاعب التي أواجهها. نعم هنالك علاج، لكن لا أدري متى، يعني ما هي درجة نجاحه. هنالك يعني زراعة الخلايا الجذعية، طبعا في عندنا في سوريا غير موجودة ولا حتى في الوطن العربي، إنما هي موجودة حاليا في الدول الأوروبية. طموحي أن أكون رجل منتج، يعني لي أهداف أن أصبح في المستقبل مبرمجا، وهذه صراحة عندي هواية كبيرة بها مسألة البرمجة. طموحي أن يعني أصل لعمل أعين به أصدقائي المكفوفين أيضا.